أعلن وزير المالية والسياحة والأثار إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية للشركات السياحية وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء. وقال وزير المالية أحمد كوجك إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، مؤكدا حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال ولتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.